لماذا أخلت إسرائيل بالهدنة مع المقاومة في غزة ومنعت وصول مساعدات إلى شمالي القطاع؟ ما النتائج التي حققتها الهدنة سواء على صعيد المقاومة أو على الجيش الإسرائيلي؟ أي تأثير يتوقع أن تحدثه الهدنة على مسارات الحرب الإسرائيلية على غزة؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان مسارات الحرب على غزة في ضوء الهدنة.